حياكم الله متابعينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ريكشي. راح نتابع اليوم وياكم مباراه مؤجله من دوري فيفا. نادي السالميه استقبل ضيف ثقيل اليوم الملكي القدساوي على ارضه وبين جمهوره. نادي السالميه يحاول يحقق المفاجاه والقادسيه يسعى لثلاث نقاط مهمه. راح يشهد اللقاء اعتزال نجم منتخبنا الوطني ونادي السالميه اللاعب علي عبد الرضا. نتابع احداث هذا اللقاء وياك. مدرجات مشجعين نادي السالميه وهدف قدساوي واستياء كبير على مدرج ومشجعين نادي السالميه. والله يا اخ ثامر يعني ايش اقول لك؟ اذا تبون الدوري بالطريقه هذه قادسيه نفس ما سويتوا بالعربي تبسطونه مع انديتكم، ما يصير. يعني ما يلامون جمهور عربي، ما يلامون درجه جمهور عربي، اشكاله قدامي يعني عشان السالميه يا معود خلاص قول لهم اعطونا مباراه. هذا شنو ضغط قدساوي؟ لا مو ضغط قدساوي، احنا ضاغطين قاعد لاعبين صح، انتم لاعبين ثلاثه هجوم، احنا لاعبين هجوم. مباراة حلوة بس الحكم يعني تو كيتا عنده انذار زين وطق لاعبنا من ورا ضرب يعني من خلف طرد ما اعطى طرد يروح يكلمه لو احنا لاعبنا والله طرد وهذا مو فاول زين وهذا مو فاول شوف فاول بعدين جولدش خلاص حكم اعطوه مباراة الاتحاد مع الاسف يبي الدوري حق القادسية بأي طريقة اول نص ساعة 1-0 ما يخالف لا 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 لا, لا مبين احنا كل مباراتنا مع القادسية انظلمنا 4-1 والحين راح انظلم وراح اذكرك بالنتيجة راح تصير كبيرة مو 1-0 يعني ضعيف ولا لا مسالم مو ضعيف بالعكس فريقنا كله شباب وكله منتخب هذا منتخب اولمبي اربع منتخب اولمبي منتخب الاردن عدي منتخب البحرين هجومهم كابتن منتخب البحرين عندنا فريقنا زين بس لما يكون الحكم ضدك ضد فريق كبير نفس القادسيه ما في نفسيه بالملعب شوف هذا اول جول فاحنا نقول حق الاتحاد اذا تبي الدوري بس مو بالطريقه هذه بس من الحكام دائما ثامر قدامك يعني احنا ما قاعد نشوف حتى لو تجيب واحد ما يفهم بالكره قدامك شوف مبينه يعني واحد قاعد شو يقول؟ محمد هليس يجي تبديلات يعدل مو شرط لا مو شرط والله مو شرط مباراة تو الناس احنا نقول ان شاء الله شدوا حيلهم السالميه فاهم؟ يعني من الحين نقول هارد لك لكم يعني لا مو هارد لك احنا يعني شوف احنا ما نلعب فما بالك اللاعب داخل الملعب لما يكون الحكم ضده فاهم؟ يعني انت ذاك يوم جبت يعني حكم من برا حق قاسيه والعربي وباكر راح تجيب حق الكويت العربي زين بحكم هني لا ما طالب احنا مركزنا بعيد عن الصداره فاهم؟ بس هم مثلا يعني بس ما تجيب حكام يجيب حق المباراه الصعبه هذا تجيب حكم من عندك رفيجك عشان يفوزك شوف النتيجه شوف بس هذا اللي عندي بس جمهور السلماوي الازرق اليوم في البدايه نقول حق كابتن المعتزل علي عبد الرضا نقول له كل التوفيق لك كلمتك بالبدايه حق الكابتن علي عبد الرضا والله يعطيه العافيه لاعب قدم من المنتخب ونادي السالميه قدم الكثير واستحق اكثر من التكريم لكن ان شاء الله في المجال الفني والاداري ان شاء الله ياخذنا مكان يليق فيه ان شاء الله. اليوم عندكم ضيف ثقيل وقادر يضيق خلقكم اليوم. لا والله ما يضيقنا احنا عندنا 12 لاعب القادسيه والحكم يعني اشكره التحكيم سيء لدرجه والمباراه اختربت من اول نص ساعه. اللاعب كيتا عنده انذار ويطق اللاعب من رايح مجنح بينفرد وما يعطيه. فاول القادسيه نحسب كرة حق السالمين حسب منها فاول جول، شو تقول؟ شو تحكي؟ نرفز اللعيبة، هذا التحكيم سيء، اتحاد الكرة خلاص يا جماعة والله العظيم المشكلة يعني مباراة تجيبوا حكام من برا يتحكم حق مباراة القادسية والعربي، كمل يا أخي مباراة حساسة. ليش دائما نحط الثاني على الحكام؟ يا ابن الحلال العالم العربي قام يتكلم عن التحكيم الكويتي، صارت مهزلة تحكيم، مهازل تحكيمية في الكويت. الاتحاد خلاص يا جماعة خليه يوخر، خليه يعطي فرصة غيره، يمكن أخطاء على لكن الاتحاد الثاني حسن والنعم فيهم كاشخاص رياضيين الشيخ طلال والنعم فيه وكلهم رياضيين خلي يخدمون مكان ثاني بس خلي يعطون فرصه. مشاهدينا خلال تواجدنا بمدرجات ومشجعين نادي السالميه لقينا اثنين قدساويه قاعدين فوق ومستانسين وبالبدايه نقول لكم 1-0 حق القدسيه والسلماويه زعلانين يقولون مستوى التحكيم اليوم يعني مو قد المباراه. والله
الحين لحد الان الحكم ما بين عليه اغلاط ولا بين عليه شيء، مباراه طبيعيه ما فيها اغلاط تحكيميه ولا شيء، جدا عاديه يعني. دائما انتم القدساويه تثنون على الحكام. مو اثناء للحكام يعني، دائما القادسيه مظلوم مع الانديه، كل يقول للحكام اللي يفوزون الحكام اللي يفوزون، اما القادسيه مستوى ومستوى لعيبته هو اللي يفوزه. اليوم نشوف محمد ابراهيم ضد محمد هيليس، مدربين وطنيين اليوم ضد بعض، مباراه مؤجله طبعا، ثلاث نقاط مهمه للقادسيه. طبعا طبعا اكيد مهمه، لان هذه هي الانطلاقه للدوري خلاص ان شاء الله باذن الله، اذا اخذوها ان شاء الله بياخذون الدوري القادسويين. يعتبر الكويت المتصدر فرق نقطة، بس عدد المباريات تصب أكثر حق الكويت. صحيح. ما في خلاص، القادسية ماخذ الدوري ماخذ الدوري، لا كويت لا سالمية، ما حد راح يوقف القدساويين خلاص. واخذين الشوط الأول، والسالمية ترى قوي على أرضه وبين جمهور. لا تحات إن شاء الله 3-0 قدساوية إن شاء الله. بإذن الله تعالى. مساعدة الحكم؟ لا طبعا، بجهود اللاعبين وبنواف ما يقصر مع اللاعبين، إن شاء الله قدساوية إن شاء الله اليوم. مستمرين مشاهدينا وجمهور السلماوي اللي متواجد اليوم على استاد تامر بنادي السالمية، اليوم القادسية ضيف ثقيل عليهم. بالبداية نحب نهني ونقول له كل التوفيق كابتن علي عبد الرضا، اليوم اعتزاله، كلمتك للكابتن الخلوق. والله قدم الكثير من مجهودات المنتخب ونادي السالمية، وإن شاء الله يتمنى التوفيق في حياته الخاصة، يعني نشكر على المجهود الخاص اللي أعطانا إياه. اليوم عندكم ضيف ثقيل، عندكم القادسية الملكي اللي طالب بالزعامة، جاي وجمهوره وياه ويبي ثلاث نقاط ونجومه. الصراحة أنا قدساوي، والقادسية أخذت الزعامة من العربي يعني، وبس كمان بتمنى التوفيق من السلمية إنه يتعادلوا، وبس أنا قدساوي أتمنى فوز القدسية. شلون قدساوي تبي السلمية يتعادل؟ يتعادل بس ما يفوز، عشان انه يكون في المساواة. اسألك سؤال، يعني عقلك سلماوي وقلبك قدساوي شلون؟ لايك ولايك. تبي القادسية يفوز وتبي السالمية يتعادل، شلون؟ سؤالك قوي صراحة، احرجني بالسؤال. شلون؟ لان انا ملاكم نادي السلمية، فيعني انا بنتمي لاعضاء نادي السلمية، فبتمنى له الخير، بس انا قلبي قدساوي بتمنى له الفوز. يعني تتمنى الخير على حساب القادسية اللي يحبهم قلبك. ايوه. واذا فاز القادسية ايش تقول له؟ مبروك. واذا السلمية فاز؟ مبروك. لا ما بزعل. بس في مبروك عن مبروك تفرق. طبعا بس الاولوية للقادسية يعني، بس ان شاء الله القدسيه راح تفوز والسلميه راح تفوز. اعلنها قدام شاشه تلفزيون، قول انا انسان العب نادي السالميه واحب نادي القدسيه واتمنى القدسيه يفوز اليوم على السالميه. خايف ليش؟ لا مو خايف، انا قدساوي بتمنى الفوز للقدسيه، وانا بلعب بنادي السالميه بس برضه بتمنى الفوز للقدسيه. انتقلنا وياكم مشاهدينا وجمهور الجميل، الجمهور الحلو، جمهور نادي القادسية اللي متقدمين 2-0، ونقول لكم 2-0 تبون الثالث زعلانين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والاحترام لحق فريق السالمية، يعني المفروض أكثر من 2-0 طبعا، هي لأن السالمية فريق يلعب بس كله على التعادل، هذا صار له الحين أربع مواسم وياه بس يلعب على التعادل. فبالنسبة حق النتيجة شوية طبعا أكيد شوية، على اللاعبين على النجوم هذه اللاعبين القادسية هذه، يعني المفروض اكثر من الشوط الاول المفروض تطلع 2-0 انت. يعني مستائين من اداء الحكم، السالميه طبعا نادي كبير، نجوم محترفين على مستوى عالي طبعا، بس يمكن يقولون اداء الحكم. طبعا اداء الحكم شوف هو ما عليه غبار، بس تدري انت كل اداره فريق قاعد تضغط على الحكم، من سالفه النادي العربي ونهائي كاس ولي العهد الحكام صار عليهم ضغط ويخاف من الاداره، ما ادري انا ما ادري شو اللي بوصل يبي يوصل للحكم يعني. مهمه الثلاث نقاط اليوم؟ اكيد مهمه. عدد المباريات حق الكويت اكثر من القادسيه. انت بس فوزك اليوم تفرق نقطتين على الكويت بس، يعني راح تصدر الدوري
وتصير عندك لعبات صعبه طبعا. انت باقي لك الجهره وباقي لك الكويت وباقي لك كاظمه، بس ان شاء الله يعني يخلصونها رجال الملك ان شاء الله. يقدر محمد ابراهيم يعني يشيل الضغط عن اللاعبين اليوم؟ نعم، مو من اليوم بس، من ملحق الاتحاد الاسيوي وهو قدر يشيل. يعني من بعد لعبه الاتحاد الاسيوي لعبنا مع التضامن وفزنا عليهم نتيجه كبيره، وبعدها لعبنا مع افريقيا يعني مثل ما تقول توها متطوره، يعني مثل خيطان عندك الصليبقات هذول شويه فرقه متطوره يعني. قادر سالمية؟ لا صعبه شوي، مو واثق بس صعبه يعني. لا للحين للحين عندك عندك الحين بالدكه انت عندك لاعبين يعني يتحكون بالملعب. من ابرز اللاعبين اللي عندك؟ اكيد يعني بدر مطور ما يبي له يعني. حمد امام ولا اقصر فيه، بس انا اقول لك يعني كابرز يعني كابرز، وكلهم بارزين ان شاء الله، بس كابرز يعني كافي نزلته يعني ما ينزل بدر مطوع يعني الفريق يمكن اللي قدامه شوي تحوشه رهبه. الله يسلمك حبيبي، الله يجزاك خير. شخصية جميلة دائما متواجدة تآزر ناديها وتحب نادي القادسية الملكي. معايا اخوي وائل الصقري. بالبداية راح فيك وائل، واثنين صفر على السالمية. اليوم القادسية جاي السالمية يتنزه ولا جاي ياخذ ثلاث نقاط؟ اول شيء القادسية دائما ما يجي يتنزه، دائما يجي ياخذ النقاط وبكل اريحية. عندنا في صج اندية قاعد نتنزه معها صراحة. انا اقول لك السالمية صارت الخصم السهل عندنا، عطينا 3-1 قبل، الحين قاعد نعطيه 2-0 تو المباراة بادية يعني تو الشوط الثاني، وفي نتائج انا اتوقعها بعد اكبر يعني اتوقعها 3-0 او 4-0. اي وبعد عندك الحين العود بعد ما نزل بدر مطوع الحين ينزل، اذا نزل تاكد تاكد ان الفريق اللي قدامك شوي ضعف تكتيكيا، خصم مرتضى فال ممكن الدفاع المرتضى فال اللي قدامه هم بعد قاعد يتعب، لان وجود بدر كهيبه في هجوم القادسية. اليوم مباراة اليوم اشوفها يعني كمتعة قليلة، لكن احنا ما نبحث عن متعه، الدوري ما تبحث عن متعه، تبحث عن نقاط ثلاثه، حتى لو تاخذها 1-0 بدون متعه اهم شيء انك تستانس. كجمهور القادسيه يعني ما شاء الله اليوم حضور زين احسن من المباراه اللي طافت، لكن احنا عندنا نقطه الحين قاعد نقولها يعني محمد ابراهيم تبديلاته دائما نشوفها يعني صالح الشيخ بدون مطوع حمد امام يا ثابته يعني ما قاعد نشوف تكتيك يعني شيء ثاني. مثل عندك يا اخي لما تبدل كل تبديلاتك المباراه اللي طافت بدلت كل تبديلاتك، يمكن عندك لاعب مدافع يصاب او وسط يصاب او اي شخص، انا اقول يعني تكتيكاته ممكن اذا يشوف المباراه انها ماشيه له من صالحه يلعب تبديلات. اقول لك يعني انتم اذا فاز زعلانين عليه؟ مو 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 غص، ليش ما بدل؟ بالعكس بالعكس، انت العب على مجريات المباراه يعني المباراه اكيد احنا الحين نبحث. والله الحين 2-0 ترى خسرانين 2-0، انا ما اشوفها شيء لان الخصم اللي قدامك ضعيف. سلمية يملك نجوم، يملك نجوم، وكل النجوم من وين يا طويل العمر؟ النجوم كلهم من القادسية يعني عندك صفين، صف اول هني قاعد يلعب وصف الثاني لعباد السالميه قاعد يلعب الحين، مع احترام لهم نجوم كبار مع محترفينهم، لكن ما يجون يعني انا اتوقع حتى 50% او 60% من النجوم اللي عندنا القادسية. الحين انا اتوقع التبديل الثاني بدون مطوع راح يجي، راح يغير مجريات المباراه كلها، نطمح بالثالث، نطمح بالرابع، نطمح بالنتائج الحلوه. محمد ابراهيم يبقى مدرب كبير، لكن يعني ما ندش المواضيع ثاني، لكن خارجيا شوي انكشف يعني عندنا الدوري ان شاء الله غتساوي، والزعامه غتساويه، الكويت ما عنده شيء. العميد قاعد يشتغل صح، لكن عنده الحين قاعد شوي مستواه من بعد ابطال اسيا قاعد يتراجع. احنا عندنا جهاز فني يمكن او اداري قاعد يهيئ اللاعبين، اذا طلعت من خساره تجي بالصح. مثل عندنا احنا طلعنا من الجيش بخساره، ردينا حق الدوري مباريات اغوى وفزنا، ما تحبطنا مثل نادي الكويت. يمكن نادي الكويت عنده يمكن شغلات جهاز فني او شغله تهيئ لاعبين، تهيئ اللاعبين هذا ينقصه شغله واحده، اذا تهيئت لاعبينك انت نسيتوا الخساره واشتغل بالصح والله يبحثون لك صح ويلعبون صح. عندك العربي بعد النهائي طاح مستوى، نادي الكويت بعد كاس بعد ابطال اسيا طاح مستوى، القادسيه بعد ابطال اسيا قاعد يلعب صح ونشوفه تكتيكيا صح، خلاص تعودنا اذا خسرنا مسابقه خارجيه نبحث الشيء المتقدم. اليوم الدوري ان شاء الله هذا نادي السالميه وباقي مباريات 5 و6، الزعامه باذن الله واقول لك اياها الزعامه غتساويه مع كاس الامير وكاس العهد، راح نحقق الثلاثيه الموسم هذا. مشاهدينا مع صاحب الشيلات الحلوة الصوت الجميل أخوي هيثم رمضان رئيس رابطة مشجعين نادي القادسية. بداية هيثم 2-0 حق والله الحمد لله يعني 2-0 وضيعنا هدف يعني العادة الحكم ما يحسب لك جول يقول تسلل أو شيء بس لاعبنا رفض يحسب الجول يعني إنزين فالحمد لله 2-0 وقاعد نضيع والسالمية يعني مو ما أدري ما عندهم جدية باللعب لاعبين مسكرين ورا يعني تلعب اللعب تشوف كنا هم الفايزين واحنا الخسرانين يعني ما ادري ليش يعني والحمد لله مهمة ثلاث نقاط هي صدارة شلون مو مهمة هذه تعطينا نقطتين فوق
وان شاء الله الخير جبال يعني جاي ان شاء الله الخير اكثر من كذي. وشوفت عينك قاعد نلعب عندهم بال 18 مالهم كا باقي الصعب هي. لا لا ما من الصعب، مع احترامنا لهم كلهم اذا محمد ابراهيم يشكل صح ويلعب تكتيك صحيح صدقني ولا فريق يقدر يوقف قدامنا، خاصه ان احنا نملك العناصر الكويتيين. انت حكي على الكويتيين مو على المحترفين، احنا افضل عناصر عندنا صف اول وصف ثاني، افضل عناصر عندنا بالقادسيه، واي لاعب من القادسيه من اللي ما يلعبون زين سواء بالرديف او هذا لو يروح اي نادي كويتي ثاني يلعب اساسي اساسي. اتحدى بالاسم كم لاعب من القادسيه الحين قاعد يلعب بالانديه ثانيه سواء اعاره او استغناء؟ يعني وايد هني بالسالميه كم واحد بهالمباراه بدايه الموسم قالوا نادي القادسيه قاعد يلعب فرق قادسيه الف وقادسيه باء، وفي عندنا لاعبين في كل الانديه الحمد لله. واتحدى يعني انا على كل نفسي نشوف الجديه يعني مثل اللاعبين القادسيه اللي راحوا السالميه يكون يلعبون من قلب قدام القادسيه. اكيد هو بيثبت نفسه لكن لا يزال في نفس الشيء، لان لا يعني خلينا نكون واقعيين اغلب اللي يلعبون في نادي القادسيه هم اصلا قدساويه يعني عرف، ولا يزال عندنا احنا ثقافه الاحتراف الحقيقه الحق يعني الصحيحه مو موجوده. يعني ثقافه الاحتراف طبعا لا لاعبين ولا ما عندنا احتراف، احنا للحين يعني هواة، فللحين اللاعب ما يعرف يعني يبدل الفريق، فممكن هذا يكون اثر على نفسيه اللاعبين في مباراه القادسيه، لكن في بعضهم يعني تشوفهم في مباريات ثانيه نجوم يعني فيصل العنزي كافي، حمد العنزي نفس الشيء، تشوفهم لاعبين يعني. ولو انه متاخر هيثم كلمتك حق الخلوق علي عبد الرضا اليوم بقى. والله كل لاعبيننا خلوقين ان شاء الله من جميع الانديه دون استثناء، يعني نتمنى يعني لاعبين بالكويت مظلومين، هذه رساله لعلي عبد الرضا، قول انتم ظلمتوا ولعبتوا هواة وغيركم محترفين ومع هذا سوينا شيء وقدمنا شيء والكره الكويتيه قاعد تقدم شيء. فنتمنى يعني علي عبد الرضا اللي يعتزل اللي يبتعد يعني عن المربع الاخضر لا يبتعد نهائي كلاعب، خليه يرد كاداري ك ما شاء الله ك ضاعت كاداري كمدرب كمشرف عضو مجلس اداره، يعني نتمنى كل ما نشوف اعضاء مجالس ادارات بالانديه يكونون من اللاعبين انزين اكيد راح يعطون اكثر. فهذا والله احنا طمعانين بكل شيء بالثالث وبالثلاث نقاط والمباراه اللي وراها هم بعد شلنا شيء خلاص. القادسيه زعيم الكره الكويتيه القادم بقوه، احنا ان شاء الله طبعا كله على الله يعني الثقه بالله عرفت، لكن الثقه بعناصرنا وشرها على جمهورنا اللي مع الاسف موسم الزعامه طال مدرج، هذا مدرج القادسيه مباراه العربي مباريات كلها حضورنا مو نادي القادسيه كان متعته في الحضور مو بس القاعده الجماهيريه اذا تمت بالتويتر ورا التلفزيون وبدواوين ما تبين بالملعب قدت الزخم مالها، انت زخمك بالمباراه زين هذا الزخم مالنا، الزخم مو ورا التلفزيون او بتويتر بالحضور بالملعب ومو بس قدم يعني قدم سله طائره يد العاده جمهورنا كان يترس، الحين صار لنا تقريبا ثلاث مواسم في عزوف جماهيري يعني رقم القادسيه نزل لا يزال اللاعب ليش يلعب؟ اللاعب يبي يلعب يشوف على المدرج جمهور يمتعه، اذا فقد هذه الشغله مع الوقت يفقد حماسه باللعب ماكو شيء يلعب حق شنو يعني؟ هذا يعني سؤال في كل مكان بالدنيا كلها منو اعظم لاعبين العالم يلعب عشان الجمهور يصفق له يمتع الجمهور، هذا فاقدينه في الرياضه الكويتيه. هذا سؤال اخي راضين عن الجنرال كل يوم؟ والله قلت لك الجنرال اذا شكل صح اكيد يرضينا، هو الحمد لله صار له فتره يعني ممتاز وضعه، بس احنا نعاني من مشكله اصابات يعني وان شاء الله بدت يعني تختفي هالمشكله هذه، احنا الغيابات تذبحنا وايد، بس قلت لك القادسيه بمن حضر عندنا صفين وقادرين ان احنا يعني الحمد لله نتصدر يعني ان شاء الله، هذه مو باجي شيء يعني باجي 12 دقيقه ان شاء الله الصداره لنا. ومن هو الزعيم والاصفر زعيم ومن هو الزعيم والاصفر زعيم والاصفر زعيم وملكي الاصفر زعيم والاصفر زعيم وملكي الاصفر زعيم واه اه 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 تساوي الغالي غير ما يحلالي
ملكي اصفر زعيم وملكي اصفر زعيم اصفر زعيم واصفر زعيم واصفر زعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم يا الزعيم هي هي القادسية هي هي القادسية جمهور رد علي ويلو ويلو العرباوي ويلو 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 من الزعيم ويلو يا حبيب الهوى باع وانشره يا حبيب الهوى باع وانشره باع وانشره باع وانشره وينكم وينه وينكم وينه وينكم وينه هذا الزعيم يا جمهور دايم نذكره هذا قد ساوي ربي انصره يا جمهور دايم نذكره هذا قد ساوي ربي انصره يلا وينكم وينه وينكم وينه وينكم وينه هذا قد ساوي هذه ويعطيكم العافية دايم القادسية مشجعينا من دول مجلس التعاون وهذا قول ثاني هي صراحة القادسية بدمنا من صغرنا احنا بدمنا لان كنا عايشين في الكويت وما زال حبه موجود ما نتخلى عنه عروقنا ودمنا هذا الثالث والرابع جاي والمفروض احنا لعبنا كرة بنادي القادسية من وقت كنا صغار على ايام سامي العري كنا نلعب كرة في القادسية أمان لأنه حافظ على المطور ما زال مصاب واللعب فيه خشونة المفروض ما ينزل حافظ عليه لأن اللي عندنا لعب أهم وحساس اللي هو مع الكويت واللي تحدد مصير الدوري نعم ثلاث أهداف وثلاث نقاط مهمة اليوم طبعا مهمة لأن تأكد سيطرة الدوري عشان نفرق عن الكويت الآن إحنا بينا وبين الكويت ما في فريق ثالث جميع الفرق الثانية تلعب على عرغلة القادسية بدليل ان اي فريق يلعب مع القادسية يلعب بحماس لكن لما يلعب مع الكويت الحماس يختلف سبحان الله دولة الامارات شقيقة شنو يعني في مشجعين حق نادي القادسية حق طبعا القادسية لها شعبية قوية جدا بدليل ان نادي الوصل سموه في يوم من الايام نادي القادسية حبا في نادي القادسية نعم ان شاء الله حبنا لكن انا اللي عتب على نادي القادسية او على المجلس الرياضي في دوله الكويت لما اي نادي القادسيه واشوف المدرج بهذه الرداءة يعني بصراحه في حسره واسف القادسيه بالامكانيات والزعامه والقوه والمكانه مدرجه بهذه الصوره وملعبها بهذه الصوره شيء حزبنا ازدياد كبير من منشاتنا الرياضيه كلها انتهى عليها الدهر انا اتذكر نادي القادسيه من يوم كنت صغير في الكويت وهو نفسه ما تغير نفس المدرج يعني أتمنى إن شاء الله والأمل موجود إن شاء الله كابتن ناصر العثمان لاعب وكابتن نادي سالمية بدنا نقول لكم هارد لك ما عليه يلا كريم شوف استيعاب والله يعني مو أول مرة يعني أخطاء تحكيمية دائما يعني دائما تصادفنا في مباريات حساسة مباريات قوية يعني المجهود اللي بذلناه يعني ياخذ منك حكم المباراة بس هو بشر اوكي انا يعني ما الومه ولكن اخطاء يعني واضحه يا اخي تضيع مجهود فريق ولكن نقول الحمد لله الحمد لله الشباب ما قصروا واحنا لعبنا ضد فريق قوي فريق قادسيه يستحقون الفوز يستاهلون وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله القادم احسن باذن الله اللاعب الخلوق النجم منتخبنا الوطني ونجم نادي السالميه كابتن علي عبد الرضا في البدايه نقول لك كل التوفيق لك كابتن بعيد و...
الله يمسكهم بالخير. كابتن، اتخذت طريق الاعتزال بعد مسيره كانت حافله مع منتخبنا الوطني ونادي السالميه اتجاه علي عبد الرضا بعد الاعتزال. والله الحمد لله، يعني الواحد على قولتهم ختم مشوار طويل مع الكره، يعني كان حلوه بمره، يعني الحمد لله، يعني بدأنا بنادي السالميه وحصلنا البطولات، ويعني هذه حلاوتها. ولكن تدري الاصابات يعني اللي يمكن هي سبب ابتعادي عن الكره، والحمد لله على كل حال الحين هذا الحين ختمنا المشوار ودشينا مشوار جديد اللي هو مجال التدريب ان شاء الله. علامه استفهام كبيره، الكره الكويتيه لن تتطور، الكره الكويتيه في انحدار، وهذه العقليه ما راح تتغير. نشوف احنا المباريات خصوصا بالنادي القادسيه، لم نادي القادسيه ما انظلم ولا من خطا تقديري من 3 مواسم، بالرغم من كل نادي يلعب مع نادي القادسيه يشتكي. مبروك نادي القادسيه للاعبين نادي القادسيه، مبروك لمجلس الاداره، مبروك. لكن المباراه قاعد تخترب، كل مباراه تكون طرفها نادي القادسيه تخترب المباراه من للاسف الحكام. والحكام يعني انا اناشدهم ونصيحه اخويه، احنا في دوله مؤسسات، في دوله الكويت المفروض الحكم يدخل الملعب يكون يعني يشوف رب العالمين قدامه، ما يخضع لاي شخص مهما كان اسمه مهما كان منصبه. واتمنى واحد من الاتحاد يجاوبني على السؤال اللي جاوبته انا. كابتن محمد ابراهيم الجنرال، اليوم 3 أهداف جميله، 3 نقاط مهمه تعيد نادي القادسيه للصداره. الحمد لله، يعني في كل مباراه بطوله نعتبرها هذه بطوله، ولله الحمد وفقنا وسجلنا 3 أهداف، نواصل ان شاء الله المسيره. عندنا بعد يومين مباراه، اعتقد اللاعبين يعني كانوا في حضورهم داخل الملعب، وجودهم كان فعلا كانوا ابطال ورجال، وايضا احنا عملنا بجهد واخلاص من الجهاز الاداري والجهاز الفني، واعتقد قرأنا المباراة قبل المباراة، ومن ثم أثناء المباراة استبدلنا تغييراتنا، وأيضا حافظنا على كيتا كونه عنده انذار، وموقع كيتا صعب جدا في أي لحظة من اللحظات يمكن يطرد. استبدلنا وضعنا سلطان في نص الملعب، ومن ثم استخدمنا صالح الشيخ، ومن ثم أيضا استخدمنا طلال عامر، وقوينا نصنا. وبعدين أيضا اللاعبين موجودين بالتدريبات، هم موجودين، لعب طلال المرحلة السابقة مع العربي، وأيضا شارك اليوم في ثلث ساعة. أعتقد كل اللاعبين حاضرين إن شاء الله، ونتمنى لهم إن شاء الله يعني مباريات افضل وافضل. كل مرحله صعبه، يعني انت بعد يومين نلعب مباراه مع الجهره، وبعد يومين راح نلعب ايضا مباراه مع الشرطه السوري في اسيا، ومن ثم بعد يومين راح نلعب مع الكويت. فاعتقد ان كل مرحله صعبه قاعد نحافظ بجهدنا، قاعد نحافظ بقراراتنا الفنيه، قاعد نغير لاعبينا خاصه في وسط الملعب، نغير نحط عناصر نشطه اكثر واكثر. واقول مبروك للقادسيه ومبروك لابطال القادسيه اللاعبين. وبهذا مشاهدينا شفنا القادسية تفنن في حراز الأهداف وضياع الفرص، وب3 أهداف قدر يحقق الفوز مهم على السالمية، 3 نقاط مهمة تعيده للصدارة. وبهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا هذا الأسبوع، انتظرونا بحلقات مقبلة، مع السلامة.